اللص التقي. ذكر أن شابا فيه تقى وفيه غفلة طلب العلم عند أحد المشايخ، حتى إذا أصاب منه حظا قال الشيخ: لا تكون عالة على الناس، فإن العالم الذي يمد يده إلى أبناء الدنيا لا يكون فيه خير، فليذهب كل واحد منكم وليشتغل بالصنعة التي كان أبوه يشتغل بها وليتق الله فيها. ذهب الشاب إلى أمه فقال لها: ما هي الصنعة التي كان أبي يشتغل بها؟ فطربت المرأة فقالت: أبوك قد ذهب إلى رحمة الله، فما بالك وللصنعة التي يشتغل بها؟ فألح عليها وهي تتملص منه حتى اضطرها إلى الكلام، أخبرته وهي كارهة أن أباه كان لصا. فقال لها: إن الشيخ أمرنا أن يشتغل كل بصنعة أبيه ويتقي الله فيها. قالت الأم: ويحك، وهل في السرقة تقوى؟ فقال لها: هكذا قال الشيخ. وذهب فسأل وتسقط الأخبار حتى عرف كيف يسرق اللصوص، فأعد عدة السرقة وصلى العشاء وانتظر حتى نام الناس، وخرج ليشتغل بصنعة أبيه كما قال الشيخ. فبدأ بدار جاره وهم أن يدخلها، ثم ذكر أن الشيخ قد أوصاه بالتقوى وليس من التقوى إيذاء الجار، فتخطى هذه الدار ومر بأخرى، فقال لنفسه: هذه دار أيتام، والله حذر من أكل مال اليتيم. وما زال يمشي حتى وصل إلى دار تاجر غني وليس فيه حرس، ويعلم الناس أن عنده من الأموال التي تزيد عن حاجته، فقال: ها هنا. وعالج الباب بالمفاتيح التي أعدها ففتح ودخل، فوجد دارا واسعة وغرفا كثيرة، فجال فيها حتى اهتدى إلى مكان المال، وفتح الصندوق فوجد من الذهب والفضة والنقد شيئا كثيرا، فهم بأخذه، ثم قال: لا يؤدي زكاة أمواله، لنخرج الزكاة أولا. وأخذ الدفاتر وأشعل فانوسا صغيرا جاء به معه، وراح يراجع الدفاتر ويحسب، وكان ماهرا في الحساب خبيرا بإمساك الدفاتر، فأحصى الأموال وحسب زكاتها، فنحى مقدار الزكاة جانبا واستغرق في الحساب حتى مضت ساعات، فنظر فإذا هو الفجر، فقال: تقوى الله تقضي بالصلاة أولا. وخرج إلى صحن الدار فتوضأ من البركة وأقام الصلاة، فسمع رب البيت فنظر فرأى عجبا فانوسا مضيئا، ورأى صندوق أمواله مفتوحا ورجلا يقيم الصلاة، فقالت له امرأته: ما هذا؟ فقال: والله لا أدري. ونزل إليه فقال: ويلك، من أنت وما هذا؟ قال اللص: الصلاة أولا ثم الكلام. فتوضأ ثم تقدم فصل بنا، فإن الإمامة لصاحب الدار. فخاف صاحب الدار أن يكون معه سلاح ففعل ما أمره، والله أعلم كيف صلى. فلما قضيت الصلاة قال له: أخبرني من أنت وما شأنك؟ قال لص: قال: وما تصنع بدفاتري؟ قال: أحسب الزكاة التي لم تخرجها من 6 سنوات، وقد حسبتها وفرزتها لتضعها في مصارفها. فكاد الرجل يجن من العجب، وقال له: ويلك، من أخبرك؟ هل أنت مجنون؟ فخبره خبره كله. فلما سمعه التاجر ورأى ضبط حسابه ذهب إلى زوجته فكلمها، وكان له بنت، ثم رجع إليه فقال له: ما رأيك لو زوجتك ابنتي وجعلتك كاتبا وحاسبا عندي، وأسكنتك أنت وأمك في داري، ثم جعلتك شريكي؟ قال: أقبل. وأصبح الصباح فدعا المأذون بالشهود وعقد العقد. من طرائف مدعي النبوة. ادعى رجل النبوة في زمن الخليفة المهدي، فلما أحضروه إليه قال له: من أنت؟ قال: أنا كليم الله موسى بن عمران. فقال له الخليفة: والعصا التي معك هي التي صارت ثعبانا؟ قال الرجل: نعم. فقال له الخليفة: ألقها إذن واجعلها تصير ثعبانا حتى نصدقك. فقال الرجل:
قل أنت أولا أنا ربكم الأعلى كما قال فرعون حتى أصيرها ثعبانا كما فعل موسى. فضحك منه الخليفة واستظرفه. ادعت امرأة في خلافة المأمون بأنها نبية، فلما أتوا بها إليه قال لها من أنت؟ قالت أنا فاطمة النبية. فقال لها أتؤمنين بما قال محمد رسول الله؟ قالت نعم، هو نبي حق وقوله مقبول. فقال لها النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي. فقالت صدق صلوات الله وسلامه عليه، ولكن هل قال لا نبية بعدي؟ فقال المأمون لمن حوله أما أنا فقد عجزت، من كانت عنده حجة فليأتي بها. وضحك منها حتى غطى وجهه. وادعى آخر النبوة فقالوا له ما علامتك؟ فقال علامتي أني أنبئكم بما تقولون في أنفسكم. فقالوا له وما نقول في أنفسنا؟ قال تقولون بأني كذاب ولست بنبي. وقال أحدهم أنا أحمد النبي. فلما ذهبوا به إلى الخليفة قال له لماذا تقول بأنك أحمد النبي؟ فقال أنا أحمد النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، أي أمدحه، فهل تذمه أنت؟ ذلك بأنه قال هذا الكلام حيلة منه حتى يتمكن من الوصول إلى الخليفة ويشتكي من ظلم كان قد لحقه. فلما علم المأمون بذلك أنصفه وأعاد له حقه. ادعى رجل من الأعراب النبوة في زمن المهدي العباسي، فاعتقله الجنود وساقوه إلى المهدي، فقال له أأنت نبي؟ قال نعم. قال المهدي إلى من بعثت؟ قال الأعرابي أو تركتموني أبعث إلى أحد؟ بعثت في الصباح واعتقلتموني في المساء. من طرائف القدماء المطبلون عبر التاريخ. رمى الخليفة العباسي المتوكل عصفورا فلم يصبه، فقال وزيره أحسنت. فرد الخليفة أتهزأ بي؟ فقال الوزير لقد أحسنت إلى العصفور حينما تركت له فرصة للحياة. وقع زلزال في مصر في زمن المماليك، فقال شاعر للأمير ما زلزلت مصر من كيد أريد بها، لكنها رقصت من عدلكم طربا. قال المغيرة بن شعبة ما غلبني أحد قط إلا غلام من بني الحارث، وذلك أني خطبت امرأة من بني الحارث وعندي شاب منهم، فقال يا أيها الأمير لا خير لك فيها. قلت ما لها؟ قال رأيت رجلا يقبلها. قال فتركتها. فبلغني أن الفتى تزوجها. قلت ألم تخبرني أنك رأيت رجلا يقبلها؟ قال بلى، رأيت أباها يقبلها. قال الفرزدق ما هممت بجواب أحد قط إلا من صبي، كنت أنشد الشعر بجامع البصرة فكان هناك صبي أعجبه شعري، فقلت تتمنى أن أكون أباك؟ قال أما أبي لا أريد له بديلا، ولكن وددت أن تكون أمي. قلت للصبي استرها علي يا بني يرحمك الله، والله لم أجد لها جوابا. أراد أحمق أن يسخر من شاعر، فقال له لقد ولاك الخليفة ولاية. قال الشاعر وما هي؟ قال ولاك على الخنازير. قال على الخنازير، إذن فاسمع لي وأطع. قال رجل لآخر اصمت وإلا لطمتك لطمة تذهب بك إلى يثرب. فقال عززها بأخرى لعل الله يرزقني الحج على يديك.
جاء بأعرابي إلى السلطان في مجلس قضاء ومعه كتاب، وهو يقول: ها أم اقرأوا كتابي. فقيل له: يا هذا، إنما تقال هذه يوم القيامة. فقال: هذا والله شر منه، فيوم القيامة يؤتى بحسناتي وسيئاتي، وأنتم جئتم بسيئاتي وتركتم حسناتي. من طرائف العرب. جاء في كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر أن رجلا من الأعراب سعى في الزواج من ابنة من قبيلة من قبائل العرب، وكانت البنت تسمى الرباب، فأكثر عليه أبوها في المهر ليحول بينه وبين زواجه منها. فسعى الأعرابي في طلب المهر بين قومه فلم ينجده منهم أحد، فلما ضاق به الحال قصد رجلا من المجوس فأنجده وأعانه حتى تزوج من هذه الفتاة. فقال في المجوسي شعرا قال: كفاني المجوسي مهر الرباب، ففدا للمجوسي خال وعم، وأشهد أنك رطب المشاش، وأن أباك الجواد الخضم، وأنك سيد أهل الجحيم إذا ما ترديت في من ظلم. تجاوز قارون في قعرها وفرعون والمكتني بالحكم. فقال له المجوسي: أعنتك بالمال لتكمل المهر وتتزوج، ثم كافأتني بأن جعلتني في الجحيم. فقال له الأعرابي: أما يرضيك أني جعلتك مع ساداتها فرعون وقارون وأبي جهل؟ تزوج رجل بامرأة اسمها فتنة، وظن من اسمها أنها ستكون جميلة، ولما دخل عليها وجد فيها من القبح ما لا يعلمه إلا الله، فصدم صدمة عظيمة فتركها حتى نامت، ثم حزم أمتعته وخرج من البيت فرأته أمه فقالت: أين تريد؟ قال: مسافر يا أمي. قالت: وفتنة؟ قال: الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها. قال أعرابي: ليس لي من فلان إلا ضرب الصدر والجبهة، إن جئته لحاجة ضرب صدره وقال: قضيت، وإن أتيته بعد فترة ضرب جبهته وقال: نسيت. استأجر رجل من البصرة بيتا، وكان سقف البيت متهالكا يصدر أصواتا تفزع من تحته، فاشتكى لصاحب البيت، لكن صاحب البيت طمأنه وقال له: إن السقف يسبح، أو ما علمت أنه ما من شيء إلا يسبح بحمده؟ قال الرجل: أخاف أن يدركه الخشوع فيسجد علينا. جلس شيخ بين شابين فاتفقا أن يسخرا منه، فقال أحدهما: يا شيخ، أنت أحمق أم جاهل؟ فقال الشيخ: أنا بين الأحمق والجاهل. يحكى أن الأعمش كان مشهورا بحدة مزاج خالطها شيء من الظرافة، فقد زاره في مرضه جماعته وأطالوا جلوسهم، فقام حاملا وسادته قائلا: شفى الله مريضكم. كان الأعمش ذميم الشكل والمظهر، وله ابنة صغيرة اقتربت منه تتأمل وتدقق النظر في ملامحه، فقال لها: ما بك؟ قالت: أتعجب من قوم زوجوك. رأى رجل امرأة فقال لها: كم أنت جميلة. فقالت له: ليتك جميل لأبادلك نفس الكلام. فقال لها: لا بأس، اكذبي كما كذبت. من طرائف البخلاء. اجتمع ثلاثة من البخلاء وقرروا التبرع بجزء من مالهم بعدما كثر كلام الناس عنهم. قال البخيل الأول: أنا سأرسم دائرة على الأرض وأرمي المال في السماء، فالمال الذي يسقط بداخلها لي، والمال الذي يسقط خارجها للفقراء. قال الثاني:
أما أنا فسأرسم خطا على الأرض وأرمي المال في السماء، فالمال الذي على يمين الخط لي والمال الذي على شمال الخط للفقراء. فقال الثالث وكان أشدهم بخلا: أما أنا فسأرمي المال في السماء، فالمال الذي يسقط على الأرض لي والمال الذي يبقى في السماء للفقراء. اتفق ثلاثة أشخاص بينهم بخيل على أن يقيموا حفلة. قال الأول: أنا سأحضر اللحم. قال الثاني: وأنا سأحضر الفاكهة. قال البخيل: أما أنا فسأحضر أبي وأمي وزوجتي وأولادي، إنها وليمة. تقابل صديقان فقال أحدهما للآخر: هل قرأت أخبار اليوم؟ قال: لا. فقرأ له الخبر من الصحيفة. تراهن بخيلان على أنه من يمكث تحت الماء أكثر من الآخر يكسب 100 دينار. فقال له صديقه: ومن كسب 100 دينار؟ رد عليه: تقاسمتها أرملتاهما. وقف أعرابي على باب أبي الأسود الدؤلي وهو يتغدى، فسلم فرد عليه، ثم أقبل على الأكل ولم يعزم عليه. فقال له الأعرابي: أما إني قد مررت بأهلك؟ قال: كذلك كان طريقك. قال: وامرأتك حبلة؟ قال: كذلك كان عهدي بها. قال: قد ولدت؟ قال: كان لابد لها أن تلد. قال: ولدت غلامين؟ قال: كذلك كانت أمها. قال: مات أحدهما؟ قال: ما كانت تقوى على إرضاع 2. قال: ثم مات الآخر؟ قال: ما كان ليبقى بعد موت أخيه. قال: ماتت الأم؟ قال: حزنا على ولديها. قال: ما أطيب طعامك؟ قال: لأجل ذلك أكلته وحدي، ووالله لا ذقته يا أعرابي. يحكى أن امرأتين دخلتا على القاضي بن أبي ليلى، وكان قاضيا معروفا وله شهرته في زمنه. فقال القاضي: من تبدأ؟ فقالت إحداهن: ابدأي أنت. فقالت: أيها القاضي، مات أبي وهذه عمتي، وأقول لها يا أمي لأنها ربتني وكفلتني حتى كبرت. قال القاضي: وبعد ذلك؟ قالت: جاء ابن عم لي فخطبني منها فزوجتني إياه، وكانت عندها بنت، فكبرت البنت، فعرضت عمتي على زوجي أن تزوجه ابنتها بعدما رأت بعد 3 سنوات خلق زوجي معي، وزينت ابنتها لزوجي لكي يراها، فلما رآها أعجبته. فقالت العمة: أزوجك إياها على شرط واحد، أن تجعل أمر ابنة أخي زوجتك الأولى إلي. فوافق زوجي على الشرط. وفي يوم الزفاف جاءتني عمتي وقالت: إن زوجك قد تزوج ابنتي وجعل أمرك بيدي، فأنت طالق. فأصبحت أنا بين ليلة وضحاها مطلقة. وبعد مدة من الزمن ليست ببعيدة جاء زوج عمتي من سفر طويل، فقلت له: يا زوج عمتي، تتزوجني؟ وكان زوج عمتي شاعرا كبيرا. فوافق زوج عمتي، وقلت له: لكن بشرط أن تجعل أمر عمتي إلي. فوافق زوج عمتي على الشرط، فأرسلت لعمتي وقلت لها: قد جعل أمرك إلي وأنت طالق. ثم تزوجته، فأصبحت عمتي مطلقة وواحدة بواحدة، أطال الله عمرك. فوقف القاضي عندما سمع الكلام من هول ما حدث وقال: يا الله. فقالت له: اجلس، إن القصة ما بدأت بعد. فقال: أكملي. قالت: وبعد مدة مات هذا الرجل الشاعر، فجاءت عمتي تطالب بالميراث من زوجي الذي هو طليقها، فقلت لها: هذا زوجي، فما علاقتك أنت بالميراث؟ وعند انقضاء عدتي بعد موت زوجي جاءت عمتي بابنتها وزوج ابنتها الذي هو زوجي الأول، وكان قد طلقني وتزوج ابنة عمتي ليحكم بيننا في أمر الميراث، فلما رآني تذكر أيامه الخوالي معي وحن إلي. فقلت له: تعيدني؟ قال: نعم. قلت له: بشرط أن تجعل أمر زوجتك ابنة عمي إلي. فوافق. فقلت لابنة عمتي: أنت طالق. فوضع أبو ليلى القاضي يده على رأسه وقال: أين السؤال؟ فقالت العمة: أليس من الحرام أيها القاضي أن نطلق أنا وابنتي ثم تأخذ هذه المرأة الزوجين والميراث؟ قال ابن أبي ليلى:
والله لا أرى في ذلك حرمة، وما الحرام في رجل تزوج مرتين وطلق وأعطى وكالة وبعد ذلك ذهب القاضي إلى الوالي وحكى له القصة فضحك حتى تخبطت قدماه في الأرض وقال: قاتل الله هذه العجوز، من حفر حفرة لأخيه وقع فيها وهذه وقعت في البحر. من طرائف القدماء. كان الإمام الطبري مع علمه الواسع ضحوك السن محبا لأهل الفضل، وذات يوم وضع حذاءه عند الإسكافي ليصلحه فتأخر عليه الحذاء وكان يمر عليه، فكلما رآه الإسكافي وضع الحذاء في الماء ليوهمه بأنه يريد أن يصلحه، فقال له الطبري: أعطيناك الحذاء لتصلحه لا لتعلمه السباحة، يا هذا أعطني حذائي. كان بعض الرجال ينتهزون أي فرصة لتلقي الأحاديث بأي وسيلة، ومن جميل ما يروى ما حكى الدينوري عن الحميدي قال: كنا عند سفيان بن عيينة فحدثنا بحديث ماء زمزم لما شرب له، فقام رجل من المجلس ثم عاد فقال: يا أبا محمد، أليس الحديث الذي حدثتنا في ماء زمزم صحيحا؟ قال: نعم. قال الرجل: فإني شربت الآن دلوا من زمزم على أنك تحدثني بمئة حديث. فقال سفيان: اقعد. فقعد فحدثه بمئة حديث. سأل رجل عمر بن قيس عن الحصاة من حصى المسجد يجدها الإنسان في ثوبه أو خفه أو جبهته، فقال له: ارمي بها. قال الرجل: زعموا أنها تصيح حتى ترد إلى المسجد. قال: دعها تصيح حتى ينشق حلقها. قال الرجل: أولها حلق؟ قال: فمن أين تصيح؟ قيل للشعبي: أتمرض الروح؟ قال: نعم، من ظل الثقلاء. قال بعض أصحابه: فمررت به يوما بين ثقيلين فقلت: كيف الروح؟ قال: إنها تحتضر. قالت فتاة لأخرى: لقد رأيت شحاذا أعمى، فقال: أعطني درهما أيتها الحسناء، فكيف رآني ليقول ذلك؟ فأجابتها: إنه لم يقل ذلك إلا ليبرهن على أنه أعمى، يعني أنها ليست جميلة أصلا. روي أن الأعور بن بنان التغلبي دعا الأخطل إلى منزله فأدخله بيتا نجد بالفرش الجميلة والأثاث الزاهي، وكانت له زوجة في غاية الحسن، فسأل بنان الأخطل: يا أبا مالك، إنك تدخل على كبار القوم في مجالسهم، فهل ترى في بيتي عيبا؟ فأجابه الأخطل: ما أرى في بيتك عيبا غيرك. أراد الحطيئة يوما أن يهجو أحدا فلم يجد وضاق عليه، فأنشد يقول: أبت شفتاي اليوم إلا تكلما بشر، فما أدري لمن أنا قائله، وجعل يردد هذا البيت ولم يجد أحدا حتى نظر في حوض ماء فرأى وجهه، فقال: أرى لي وجها شوه الله خلقه، فقبح من وجه وقبح حامله. من طرائف النحويين. يروى أن شيخا سأل تلميذه قائلا: ما اسمك؟ فأراد التلميذ أن يختبر شيخه فقال: اسمي هو آخر اسم في صورة البروج. فقال الشيخ: لوح. فقال التلميذ: محفوظ يا شيخ. فقال الشيخ: محفوظ صفة يا لوح. من طرائف الشعر أن رجلا سأل أحد علماء اللغة: ما الكموج؟ فقال له: أين قرأتها؟ قال: في قول امرئ القيس: وليل كموج البحر، يقصد وليل كموج البحر. فقال:
كمود. الكمود دابة تقرأ ولا تفهم. جاء رجل إلى أحد النحويين فقال له: ما تقول في رجل مات وترك أبيه وأخيه؟ فقال له النحوي: ترك أباه وأخاه. فقال: فما لأباه وأخاه؟ فقال النحوي: فما لأبيه وأخيه. فقال الرجل: إني أراك كلما طاوعتك خالفتني، ألا لا بارك الله فيك وفي أباك وأخاك؟ فقال: قل فيك وفي أبيك وأخيك. قال رجل لنحوي: أتوصيني بشيئا؟ قال: نعم، أوصيك بتقوى الله وحذف ألف شيئا. يروى أن رجلا دعي إلى حضور درس من دروس النحو، فلما حضر لاحظ أنهم أي النحاة يقولون في أمثلتهم دوما: ضرب زيد عمرا، نهر زيد عمرا. فشعر بضيق من ذلك وأنشأ يقول: لا إلى النحو جئتكم، لا ولا فيه أرغب، دعوا زيدا وشأنه أينما شاء يذهب، أنا مالي ومال امرئ أبد الدهر يضرب.